حياك الله سيادة الرئيس، الله يبارك فيه. شكر الله وسعيكم. أرجو أن تبدل تحياتي إلى كل الأشقاء في اسم شعبي. بارك الله فيك سيادة الرئيس، وشكر الله سعيكم، وشاكرين لهذا الاتصال الذي يعبر عن ضمير هذه الأمة في تركيا وفي خارج تركيا. ونحن نحتسب هؤلاء الأبناء إن شاء الله شهداء عند ربهم مع الأحفاد، يلتحقوا بركب شهداء فلسطين وشهداء الأمة على طريق تحرير القدس بإذن الله.